صورة نورانية عظيمة جدا، بها فتح عجيب للرزق الحلال وسر قاطع جالب للخير والبركة. اقرأها في هذه الليلة المباركة بهذا العدد، فإنها تصنع المعجزات وتأتيك بالبشارات، وتخرق العادات وتحير العقول وتنير الحياة. كل من قرأها على كأس ماء والتزم بطريقتها الصحيحة وبشروطها الكاملة وشربت منه، سيتحقق كل ما تريده وما تتمنى في الحال بإذن الله تعالى. شاهد ما سيحدث في حياتك من قدرة الله، كل حوائجك ومطالبك ستقضى إن شاء الله بسر أسرار هذه الفائدة المعجزة. ستأتيك عطايا وبشاير ربانية مفاجئة ما شاء الله. هذه السورة الجليلة فيها كرامات وأسرار عجيبة لا تخطر على قلب بشر، وفيها من الكنوز والخيرات الربانية ما يجعل حياتك تتغير في لمح البصر. سترى من فضائلها المعجزات وتتحقق لك الأمنيات الصعبة بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. السلام عليكم متابعين الكرام، أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دائما يا رب. فضلا منكم ولتعم الفائدة على الجميع، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط الآن على زر اللايك وترك لنا تعليق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات، ولكم أجر ذلك بإذن الله تعالى. طريقة ناجحة ومجربة وفائدة مباركة وعظيمة، كل من طبقها بيقين تام وصادق وفي نيته ما يريد فتح الله عليه خزائن السماوات والأرض، ووسع له في رزقه، وأتاه المال الحلال بطريقة عجيبة سبحان الله. بمجرد ما تقرأ هذه السورة المباركة النورانية على كأس ماء وتقوم بشربه بإذن الله تعالى، قبل أن تقوم من مكانك ستجد المال يصب عليك صبا، ويحقق الله لك ما تريد وما تتمنى، وسيرزقك الله من فضله الواسع رزقا حلالا طيبا لن تتوقعه أبدا، وخيرا مباركا لن تفكر فيه. هي صورة وكلمة تصنع المعجزات وتجلب المال والغنى والخيرات، وتحدث في حياتك بشائر وكرامات، وتنير طريقك وتخرجك من الظلمات، وتفك عنك الكروبات والتعطيلات، تفيد أيضا في قضاء الحاجات ونيل الطلبات وتحقيق الأهداف والأمنيات بإذن الله، وتنفع أيضا في تيسير وتسهيل أمور الحياة. بمجرد ما تنوي نيتك وتطبق الفائدة بسرعة يتحقق لك ما تريد كلمح البصر. كل من يعاني من الحزن والهم والغم والدين، كل من أصيب بالكرب والشدة والفقر وقلة المال أو التعطيل في الرزق أو على مستوى العمل أو سوء الحظ أو أي أمر شغل بالك واستصعب عليك، لو كان عندك دين تريد قضاءه بإذن الله سيقضى. لو كنت تريد إيجاد العمل لتسخير التجارة بإذن الله كان لك ما تريد وأكثر، وبارك الله لك في تجارتك وأعطاك ما تحتاج إليه. إذا كنت فقيرا أغناك الله من فضله، إذا ضاق رزقك وقل مالك واشتد عليك الهم والكرب قضى الله حاجتك وجعلك من أعظم الناس حبا وقبولا، وستزول عنك كل هذه الصعوبات والعراقيل والمشاكل بإذن الله. هذه الطريقة فيها سر جليل وفتح عظيم للرزق كله خير وبركة، وكل من داوم عليها أصبح من الأغنياء والأثرياء وأصحاب السلطة والنفوذ وأصحاب المشاريع والعقارات، وتجارتك تزداد ربحا إن شاء الله. هذه الفائدة لها قوة خارقة في تبطيل أثر السحر وفك التعطيل والنحس والضيق والهم، وفيها سر عجيب في زيادة الرزق، ستغير حالكم وظروفكم بإذن الله للأفضل، وتتيسر كل أمور حياتكم. هي جوهرة ربانية بامتياز ومعجزة من معجزات الله تعالى. إذن على بركة الله نبدأ في شرح الطريقة. في أي وقت تريد تجلس في مكان نقي وطاهر وأنت طاهر وعلى وضوء، ثم تصلي ركعتين لله بنية قضاء الحاجة، ثم تمسك بكأس من الماء وتقربه لفمك وتقرأ عليه أوائل سورة الصفات 7 مرات من الآية رقم 1
إلى الآية العاشرة في قوله تعالى: والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. صدق الله العظيم. كما تعلمون أن هذه السورة العظيمة سميت بسورة الرحمة كونها اشتملت على آيات قرآنية تشفي المريض، وكذلك سميت بالسورة الصاعقة كونها احتوت على آيات تسبب الصعق للشياطين والجن عند قراءتها، وسميت أيضا بالسورة الناطقة لأن من يقرأها له القدرة على إخراج الجن الذي يتلبس به. ليس هذا فقط، فسورة الصفات وبالضبط الآيات الأولى سميت بآيات الرزق لأن الملائكة يكونون مترامين صفوفا بجانب بعضهم البعض في طاعتهم لربهم، ويصفون أجنحتهم في السماء لتنفيذ أوامر الله من تقسيم الأرزاق وتغير الأقدار وتحقيق الأمنيات بإذن الله تعالى. اقرأوا أوائل سورة الصفات من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 10 7 مرات متتالية دون انقطاع، ثم بعدها رددوا هذه الكلمة الربانية المعجزة 3 مرات وهي سمعنا وأطعنا، وهي سمعنا وأطعنا. فهذه الكلمات هي آيات قرآنية ذكرت في عدة سور مباركة في القرآن الكريم. قولوا بعدها مباشرة هذه الصيغة للصلاة على النبي: صلوا على نور الأنوار وسر الأسرار سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات بهذه الصيغة بالضبط التي تسمى صيغة الفتح، وهي: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، ثم أختم بهذا الدعاء المستجاب والقصير كذلك 3 مرات: اللهم يا مخرج الماء من جوف الصحراء وباطن الأرض ادفع عني كل بلاء وأعوذ بك من عيشة الشقاء إنك سميع الدعاء، ثم قل بسم الله وتنفس 3 مرات واشرب الماء سينزل عليك فتح من السماء تعجز عن وصفه بإذن الله عاجلا غير آجل. انتظر معجزات وبشائر ستغير حياتك بإذن الله وأنت في نيتك. سبحان الله العظيم. كل من جرب هذه الفائدة رزق مالا وفي الحال، وتحقق لك ما تريد قبل أن تقوم من مكانك، وأعطاك الله من النعم ما لا عد ولا حصر له، وكنت من أعظم الناس حظا ورزقا ومالا وهيبة وفرجا ونصرا، وتحصل على أموال كثيرة بلا حساب وأرزاق واسعة بلا عتاد وخيرات وبركات ما شاء الله بلا مشقة ولا أسباب. هذه الفائدة سرها قاطع وتجلياتها عجيبة وطاقتها رهيبة، بمجرد ما تقرأ على كأس ماء وتقوم بشربه سترى عجبا من إكثار الرزق من حيث لا تحتسب. فائدة تجعل الأرزاق لا تنقطع عنك، تمحو عنك الفقر وضيق المعيشة، تخلق لك الأسباب للحصول على الأرزاق. هذه الفائدة مجربة عن الأولياء والصالحين وشاهدوا فيها أسرار وتجليات تفوق الخيال. إذا أودع الله فيها سرا وطاقة نور وطاقة جلب عظيمة للرزق ستكون فتح خيرا عليك إن شاء الله بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل من رأى هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في خير.